تعرفت على بعض الأصدقاء اللي ولو أصدقاء من المعرفة ديالي في المراحل تاع العلاج. اللي سبقت وقلت تعرفت على نورة الله يرحمها وعمر الله يرحمه ومريم اللي باقي على قيد الحياة ودلال. هاد الشخصيات هادو تعرفت عليهم في مرحلة العلاج ديالي. كنمشيو جميع، كنا كنتقاسموا الألم، كنا كنتقاسموا نشاطروا الحديث في كل مرحلة تاع يفوا كي واحد كيدير كيمشي كيدير السيونس ديالو كيبقى كنتلاقاو في لاصال كنبقاو نضحكوا. كنت حاس بانني يعني مع واحد الفئه تعرفت عليهم، عارفه راسي ماشي بوحدي. ولكن كانت كل مره كتجيني واحد الصدمه، انه كل مره كنتلقى واحد الفقدان ديال شي واحد. اولا مشات نوره خلاتنا ثلاثه بينا، كانت صعيبه، بقينا انا ومريم وعمر. نوره توفات الله يرحمها، كنت خلات بلاصتها كان الخوف او لا شوت، يعني من ناحية شي كمو ولا اي حاجه، يعني نهارنا حيت فقدنا واحد الشخص اللي كنا متفاهمين معاه ودايرين واحد كنا ثلاثه بينا اربعه بينا كنا يعني صابرين على الكفاح ودايرين في واحد الحاجه انني كل واحد يصبر واحد ونضحكوا. خلات بلاصتها نوره. شويه مشى عمر اللي كان صديق ديالي بزاف، كان كيمشي معايا وكان كيجي معايا. نهار اللي مشى عمر خلى واحد الفراغ عاطفي بزاف، وخلى واحد الفقدان صعيب، لا من ناحيه ديالي لا من ناحيه ديال مريم لا من الكيب ميديكال كامل. مشى عمر، تعرفنا على دلال من واقع التواصل الاجتماعي اللي تعرف عليها انا ومريم. بقات مريم، بقينا غير انا ومريم. تعرفنا على دلال المحمدي الله يرحمها، اللي كلش كيعرفها، حتى هي كانت عندها صفحه على الفيسبوك، كانت كتشاطر الحديث ديال يعني كنا كنتواصلوا معاها، كانت كتعطينا جرعه ديال الامل حيت هي كانت كبيره في السن، كانت كتصبرنا وكنا كناخذوا من عندها واحد القدوه. هذيك مشات دلال خلاتنا بجوج. كان واحد الخوف ما بيننا انا ومريم، كنا كل نهار كنقولوا شكون اللي غادي يمشي، واخا تحت ما غادي كنقولها زعما نقولها لواحد، ولكن كانت كتبان لمريم في وجه ديالها ومريم كتبان لها في وجه ديالي. كانت اون فوا كنقول شكون اللي غادي يمشي عاوتاني، واش انا ولا مريم. كان واحد الخوف، حتى ملي كانت ميديكال كانوا كيستناوها ولكن ما كانش كيبينوها، ولكن كانت كتبان حيت اون فوا كان كيمشي واحد تا هما غادي يتأزموا، حيت مشى عمر مشات نورة. صعيب انك تفقد واحد الفئة من لي باسيون ديالك. لله الحمد مريم استرجعت الصحة ديالها، واخا باقي كتبع لي سيونس ديالها وكتبع لي كونترول بحالي. الحمد لله حد الان استرجعنا الصحة ديالنا، كنتبعوا لي كونترول، كنتبعوا مرة كنمشيو كنديروا دي سيونس. بقينا انا ومريم ولحد الان باقيين في صحه جيده اللهم لك الحمد. واخا بقات البلاصه ديال نوره وعمر بقات اون فوا كنمشيو للوبيتال كنبقاو كنتفكروا داك المراحل اللي فوتناهم، داك الضحك، داك الطرائف اللي كنا كنشوفوهم كاملين. من بعد بقات مريم كتجي في اوينا وانا كنجي في اوينا، كنت بقات كنجي بوحدي. كانت معايا غير لانفيرميير اللي هي سلمى، اللي هي كانت بحال اختي وكانت صديقه ديالي الحميميه، يعني كانت كتصبرني وهي اللي كانت كتعالجني، وكنت اون فوا كنحس بانني مأزم كانت كتخرجني كانت كتساريني. ولكن دابا جات واحد الصدمه انها سلمى ما بقاتش، يعني دابا كيفاش غادي نولي لحد بوندو؟ دابا باقي ما مشيت لوبيتال، ولكن كيفاش غادي نرجع وغنشوف سلمى ما بقاتش؟ وسلمى كانت هي لانفيرميير ديالي بوندو 3 سنين، دابا كيفاش غترجع سلمى ما كايناش؟ غنتلقى صعوبة كبير، حيت ما غيبقى عندي حتى شي انفيرميير، حيت ما نبغي حتى شي واحد اللي غادي لي بيكيني، حيت شي واحد ما تلقاش شي واحد اللي بحال كان حاس به، يعني عارفك. اون فوا حتى سلمى كانت كتعرف العروق فين كاينين، كتعرف كدير تبيكيني، كانت كتجي كتجلس معايا حيت كنت بوحدي، الوغ غادي نتلقى واحد الفراغ. ولكن لله الحمد هادشي
هذه هي الحياة، ضروري غادي تفقد شي واحد، ضروري غادي يمشي شي واحد، غادي يجي شي واحد، وهذا هو المسار. نشكر واحد شريحة من واحد الناس اللي هما المشاهير المغاربة، منهم أبطال عالميين أو لا أبطال أو لا ممثلين أو لا مغنيين، كنشكرهم بزاف بزاف، وكنقدرهم وكنعطيهم واحد الامتنان واحد الحب على داك الشيء كامل اللي كيساندوني، داك الحب، داك الزيارات ديالهم، داك المودة، داك الرسائل اللي كيتقاسموا معايا، داك السؤال اللي كيسولوا عليا كيفاش داير اسماعيل، كبقيتي، كيتقاسموا معايا الحزن الفرح، كنشكرهم بزاف، كنشكر كل واحد تعرفت عليه، وكنقدر الشكر لبدر سلطان اللي عندي واحد صديق حميم او واحد الاخ، واحد الفنان متواضع بزاف اللي واخا تعرفت عليه في الاونه الاخيره ماشي بزاف، ولكن لمست فيه واحد الشخصيه اللي قدوه نتاع الفن، حيت هنا اللي كيبان الفنان من التعاطف ديالو او من واحد التواضع ديالو، كيبرز الشخصيه ديالو لا سواء الفن لا سواء خارج يعني الفن. كنشكره بزاف على التواضع ديالو، على الحب ديالو، على الامتنان ديالو، وكنشكر جزيل الشكر واحد الشخصيه اللي قدمت لي واحد المعرفه اللي عرفتني اكثر على المشاهير، اللي حستني انها كتبغيني بزاف، اللي رسمت فيا واحد الامل، واحد الصبر، واحد الفرحه، واحد الحب، دارتي على قبلي بزاف الحوايج اللي هي مدام حياه جبران، كنشكرها بزاف بزاف، اللي كنحسها ام ثانيه ديالي. كنشكرك بزاف بزاف على الحب، على التعاطف ديالك اللي صراحه الله ما عمري داري على قبلي شي واحد، هاد الحاجه اللي خلاتني انني نفرح، واللي خلاتني انني نزيد، انني نصبر، او انني نكافح، وانني يعني نعرف ان الناس باقيين يعني مؤمنين، او باقيين الناس اللي زوينين في هذا يعني في هذا المجتمع ديالنا. كنشكرك بزاف بزاف، والله يخلي لك وليداتك، وراكي عارفه انني ولي عندك واحد الولد اللي كتقولي هذا دائما، وانا كنسميك بامي ثانيه. الله يخليك ليا، والله يخليك لوليداتك. الكلمه اللي غادي نوجهها لسمو الاميره لالا سلمى هي قيله في حقها، للسمو الاميره ولا للجمعيه لالا سلمى لمحاربه داء السرطان، اللي حققت واحد البصمه لا في يعني لا في المغرب او لا في المغرب كامل، اللي خلات واحد البصمه اللي جميله بزاف، رسمتها في المرضى السرطان او لا حتى في الناس يعني الاقارب ديالهم او لا حتى في المغاربه. هذا الشيء، هذه المبادره الساميه اللي جات من عندها، هي واحد المبادره يعني جميله بزاف، وكتستحق كل الشكر والتقدير على الاحساس ديالها، على التعاطف ديالها، على واحد كتقسم معايا الفرحه، كتحس بينا. هذا الشيء هذا جميل اللي دارته سمو الاميره لالا سلمى، كنشكرها بزاف على هذا المبادره الساميه ديالها اللي كتساعد المرضى داء السرطان، لا من ناحيه العلاج، لا من ناحيه السكن، صغار او كبار، وفي كل المدن المغربيه. كنشكرها بزاف على هذا البصمه اللي خلاتها، على هذه المبادره اللي دارتها في المغرب، وكنتمنى لها واحد المسيره موفقه ان شاء الله، وكنشكرها جزيل الشكر لسمو الاميره لالا سلمى. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.